تقديراً لتفوقهم وتميزهم ونجاحاتهم التي حققوها في مجالات عدة، وبحضور اللواء ياسر الشوفي عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وفعاليات رسمية وأهلية. أقامت قيادة فرع طلائع البعث بطرطوس حفلاً تكريمياً لرواد الطلائع المتفوقين على مستوى القطر الذين حققوا المراتب الأولى بمختلف الأنشطة العلمية والفنية والتطبيقية. هاي مدرسة طلائع البعث التي يتربى بها أبناء الوطن، أمل المستقبل وعدة الوطن. طبعاً ما قدموه اليوم وما شاهدناه ما هو إلا نتاج وحصيلة للتدريب والإشراف المستمر الذي قام به رفاقنا المشرفون. منظمة طلائع البعث من مهامها الأساسية اكتشاف المواهب ورعايتها وتوجيهها الوجهة الصحيحة والسليمة والمساهمة في بناء وصقل قدراتها وإمكاناتها واكتساب المعرفة والخبرة والوسائل الجديدة في سبيل تنمية هذه الخبرات، تنمية هذه المواهب. والمجتمعات عموما لم تقم يوما على الأفراد العاديين وإنما قامت على الموهوبين وعلى المميزين. طرطوس كانت الحضن الدافئ لكل أبناء سوريا الغالية، وهي تميزت خلال هذه الأزمة بأن أطفالها كانوا مميزون وقد حصدوا ثمارا طيبة جدا وهم أصبحوا الرواد على مستوى سوريا. هذه المنظمة التي ترعى مواهب الطليعيين الجدد وتنمي مواهبهم بالإضافة إلى غرس حب الوطن وتنمية الولاء والانتماء للقائد والوطن. شمل التكريم فقرات فنية وعروض رياضية، كما تم عرض فيلم وثائقي حول مجلة طلائع البعث والتطور الحاصل لها. تاني لي شيء كبير إنه شاركت، أنا ما كنت متوقع إنه مثلا نفوز على مستوى القطر أنجح، بس إنه قلت إنه هيك بدي شارك وجرب. شاركت لأنه هاي بدها تصير هويتي عشان مستقبل سوريا، ولأنه هاي الشيء الوحيد اللي فينا نعمله. أنا مشارك بالرسم على مستوى القطر، اسمي علي شعبان من الشيخ بدر. هذا العمل هو عبارة عن الطبيعة وعن الشلالات بلدنا سوريا. هو أكتر شيء نحن بنحب نشارك إنه شو منعبر إنه حتى بوجود الحرب ببلدنا إنه الحياة بدها تضل مستمرة. هم جنود وأمل الغد ورجال المستقبل، فبعلمهم يبنون الوطن وبتفوقهم وتميزهم يصلون بسوريا إلى بر الأمان.